الجلد الثيب، الجلد الثيب وردت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ونسخ جلد الثيب لفظا ولم يعني لكان يتزوج صح في الحديث المتفق عليه جلد لا جلد الذي لم يتزوج البكر كما يقال الذي لم يتزوج الجلد 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 كما ورد في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح. أما الثيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت آية تتلى في كتاب الله كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فنسخت لفظا ولم تنسخ حكما. هذا ما نص عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه علماء الإسلام. نحن نخالف أمر أجمع عليه علماء الإسلام.